ومتابعين اخبار الصباح ومرحب بضيفنا اليوم معنا بالشركه مدير شركه فيدباك والمسؤول عن معرض بيروت ساين داني كرم. صباح الخير. صباح النور. واهلا وسهلا فيك معنا باستديو اخبار الصباح داني. برعايه وزاره الاعلام رح يتم افتتاح معرض خاص لرواد الاعلام بلبنان من 22 لغايه 25 ايلول. صح. بالبيال. صح. لرواد صناعه الاعلام. يعني مين هن هالرواد؟ بدي اسالك. الرواد هو عاده فكرة معرض هي لا تنجح بده يكون في ثلاث عناصر رئيسية. ثلاث عناصر رئيسية يلي هي التنظيم ومن خلال شركة تي سي اف ام يلي هي شركة برئيس بتتمثل برئيس مجلس ادارتها استاذ وليد صالح. نعم. وهيدي الشركة هي عبر القرارات لإدارة المعارض الابريفيشن تبعها ترانس كونتيننتال فيرز اند مانجمنت تي سي اف ام. وهيدي الشركة خبيرة من عشرات السنين بالدول العربية بالريجن بالتلاقي العالمي